أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة تماما بسبب تعرضها للقصف بالمدافع والأسلحة النارية، وأشارت إلى أن هذا القصف يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تنص على حماية المؤسسات الصحية وتحييدها عن الاستهداف. وقد دق الأطباء والعاملون في المجال الإنساني ناقوس الخطر، فبعض الأحياء في الخرطوم محرومة من التيار الكهربائي والمياه منذ يوم السبت الماضي. وقالت اللجنة إن القصف ألحق أضرارا بالغة بمستشفى الشعب التعليمي ومستشفى ابن سينا التخصصي ومستشفى بشاير جراء الاشتباكات والقصف المتبادل بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. ووفق اللجنة مشاهدينا، تسبب القصف بخروج مستشفيي الشعب التعليمي والخرطوم التعليمي عن الخدمة تماما، وتسبب أيضا في حالة من الإرباك والخوف للكادر الطبي والمرضى، لافتة إلى أنه جرى إخلاء مستشفى الشرطة وإغلاق مستشفى الضمان بمدينة الأبيض بعد اقتحامه. وأكد أطباء انقطاع التيار الكهربائي عن أقسام الجراحة، فيما أفادت منظمة الصحة العالمية أن عددا من مستشفيات الخرطوم التسعة التي تستقبل المدنيين المصابين تعاني من نفاد وحدات الدم ومعدات نقل الدم وسوائل الحقن الوريدي وغيرها من الإمدادات الحيوية، فيما بعض الأحياء في الخرطوم محرومة من التيار الكهربائي والمياه منذ السبت. نقابة أطباء السودان قالت إن المرضى وبينهم أطفال وأقاربهم لا يحصلون على المياه أو الأغذية، مشيرة إلى أنه لا يمكن إخراج الجرحى الذين عولجوا من المستشفى بسبب الوضع الأمني، ما يؤدي إلى اكتظاظ يعيق تقديم العناية للجميع. وطالبت لجنة الأطباء المجتمع الدولي بإلزام طرفي النزاع بعدم المساس بالمرافق الصحية وفتح ممرات آمنة والسماح بمرور سيارات الإسعاف. مناشدة المنظمات الإنسانية أيضا لمد يد العون والتحرك العاجل من أجل المساعدة في إجلاء الجرحى وتوفير المحاليل الوريدية وأكياس الدم والمعينات الطبية. للحديث أكثر أيضا مشاهدينا، يمكن أن نقول عن مدير مستشفى الشعب التعليمي في العاصمة الخرطوم النمير جبريل، قال بأن المستشفى الذي يستقبل مرضى من كل الولايات تعرض إلى قصف لأحد أقسامه الذي يستقبل مرضى الجهاز التنفسي. وأضاف جبريل في اتصال هاتفي مع الحرة أن المستشفيات في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن تعاني من وضع سيء للغاية بسبب المعارك الدائرة. يعني وضع صحي مؤسف جدا تتعرض له المستشفيات الصحية أو المستشفيات في السودان. ونحن في مستشفى الشعب، مستشفى الشعب هي المستشفى الوحيد اللي بتقدم خدمة الطوارئ لأمراض القلب والجهاز التنفسي، وبتتحول كل المرضى بيتحولوا من جميع ولايات السودان لمستشفى الشعب. وحتى المرضى اللي معانا، يعني إذا أنت عايز تخرج واحد من المستشفى أغلبهم أهلهم خارج ولاية الخرطوم. مستشفى يتعرض لغطس امبارح للصهريج الأساسي يمد المستشفى بالمياه وخرج الصهريج من الخدمة، وكان هناك نقص حاد من حوالي الساعة 3 صباحا لغاية الساعة 7 صباحا. بعد ذلك تمت المعالجة مؤقتة للإمداد المائي في هذا اليوم. من الساعات الباكرة تعرض المستشفى لغصف لأحد عنابره العنبر 10، وهذا العنبر به مرضى جهاز التنفسي وأغلبهم يعني يعتمدون تماما على الإمداد بتاع الأكسجين، وأغلبهم يعانون من مشاكل في التنفس وتليف بالرئة وأمراض مزمنة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم عبر الهاتف الدكتور النمير جبريل مدير مستشفى الشعب التعليمي من الخرطوم، أيضا علاء الدين عوض نقض عضو لجنة الاستشاريين والاختصاصيين في تجمع المهنيين السودانيين
أهلا بكما ضيفي الكريمان. أبدأ هذا الحوار معك دكتور النمير جبريل، ونفهم منك أكثر في ضوء هذا الواقع الصعب والمتأزم الذي تعيشه المشافي في السودان، كيف تعمل في نهاية المطاف على تقديم خدماتها للمصابين، لكل من يدخل إليها، وخصوصا أن الاشتباكات والاقتتال ما زال مستمرا؟ مرحبا بكم، مرحبا بقناة الحرة، وشكرا لكم كثير على وقفتكم لعرض هذه المشكلة وتنوير المواطنين على ما يدور بالمستشفيات والمشافي بولاية الخرطوم. نحن الآن خارجين عن الخدمة تماما في مستشفى الشعب، ولا توجد خدمة مقدمة في المستشفى على الإطلاق. بنعاني من أن المستشفى موقعها حاليا منطقة، كل المنطقة اللي حوالينها بتتعرض لغصف مستمر ومتقطع، ويعني تقدر تقول شبه مستمر. فالكوادر الصحية من يوم السبت لغاية خروجها صباح الاثنين اليوم كانت بتعاني جدا، ولا أعتقد إذا الحرب الدائرة مستمرة أن الكوادر الصحية ستوافق على الرجوع إلى المستشفى لاستمرار العمل. طبعا هناك أشياء أخرى واقفة عائق. أغلب المستشفيات الآن تعاني من نقص حاد في الإمداد الكهربائي، وبتعتمد في هذه الحالة على المولدات بالمستشفيات. هذه المولدات بتعمل بصورة أوتوماتيكية، لأنه أغلب الأقسام في المستشفيات المرجعية بها عنايات مكثفة. هذه العنايات المكثفة بها مرضى في حالة خطرة يعتمدون على التنفس الصناعي وبعض الأجهزة التي تعمل بهذه الكهرباء. فبنكون حريصين أن الإمداد يكون مستمر. حاليا بتشكو المستشفيات من قلة الوقود، لا يوجد وقود في المستشفيات لأنه ما في طريقة لإمداد الوقود. طيب اعذرني دكتور النمير، يعني قبل قليل بالنسبة لمستشفى الشعب التعليمي، قبل قليل ذكرت بأنه خرج عن الخدمة تماما، بمعنى أنه لم يعد قادرا على تقديم أي خدمات طبية أو إسعافية بالنسبة للمرضى، ولكن أين المرضى، أين المصابين الذين كانوا متواجدين في هذه المستشفى؟ تم تحويل جميع المرضى من مستشفى الشعب لمستشفى الخرطوم التعليمي التي بدورها الآن تعاني، هي تعاني من نفس المشكلة اللي هي مشكلة نقص الوقود، لأنه الإمداد الكهربائي مفصول مقطوع تماما من المستشفى، وتعتمد على المولد الخاص بالمستشفى ولا يوجد وقود. الآن عبركم أنا أناشد أي جهة تستطيع أن تتمكن من إيصال وقود لمستشفى الخرطوم، ودي حاجة ضرورية جدا، لأن مستشفى الخرطوم الآن بها مرضى تم تحويلهم من مستشفى الشعب، وهؤلاء المرضى يحتاجون إلى تنفس صناعي وإلى عناية مركزة وإمداد بتاع أكسجين. الآن قبل ساعة أو أقل كنت أتحدث مع مدير المستشفى، وهو يطلب إمداد وقود للمولد لأنه لا يستطيع الاستمرار المولد. وفي الوقت اللي أنا أتحدث معك قد يكون توقف عن العمل، وهذه ستكون كارثة كبيرة جدا للمرضى المتواجدين في العناية المركزة. نعم بالتأكيد نتمنى أن يصل صوتك وتصل مناشدتك إلى الجهات المعنية القادرة على تقديم أي دعم أو مساعدة. دعني أشرك في هذا الحوار ضيفي من الخرطوم أيضا علاء الدين عوض، أهلا بك معنا. علاء، دعنا نفهم منك صورة المشهد على الأرض، كيف يبدو الوضع الإنساني حاليا في السودان مع استمرار انقطاع المياه والتيار الكهربائي؟ بعض المناطق منذ يوم السبت لا كهرباء ولا مياه فيها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لكم على الاستضافة، والتحية للدكتور النمير مدير مستشفى الشعب وكل الطواقم الطبية والصحية لما تبذلهم من جهود على أرض الواقع في هذه الظروف الصعبة التي تمر على البلاد. الواقع مظلم جدا جدا في البلاد، زي ما قال النمير، بيكون أداكم فكرة، ما قاله هو فكرة بسيطة وغير منفرد مما تمر به البلاد حاليا من مآسي إنسانية.
الوضع في المستشفيات وضع سيء جدا جدا، الكوادر الصحية لا تستطيع الوصول، كثير من الجرحى، كثير من الإصابات، حتى حصيلة اليوم صباحا كان 97 وفاة، 942 إصابة، هذا هو فقط ما توصل إلى المستشفيات، ولكن هناك الكثير من جثث القتلى في الشوارع أو في الأحياء الذين أصابتهم رصاصات طائشة. وصلنا إلى درجة أن لا يستطيع الناس دفن الموتى، وهذا ما حدث للطلبة العالقين في جامعة الخرطوم كلية الهندسة، حيث طلبوا وأخذوا الإذن بأن يدفنوا زميلهم في الميدان الغربي لجامعة الخرطوم. فهذه قمة المأساة يعني حقيقة، إنه حتى لا تستطيع أن تدفن الشهيد أو تدفن من توفى أثناء هذا القصف. انقطاع التيار الكهربائي. ولكن أعذرني على المقاطعة، إذا أردنا أن نفهم بصورة ربما أكثر وضوحاً، أكثر بساطة، خلال 3 أيام كيف عاشها المواطن السوداني؟ هل بالإمكان أن يخرج على أقل تقدير فقط ربما ليشتري المستلزمات الأساسية مثلا؟ وإن كانت الأغذية الأطعمة متوفرة في البقالات في الأسواق، هذه التفاصيل التي تخص المواطن السوداني. فقط في الحي إذا كان هناك بعض بقالات الأحياء، ولكن في الأسواق الكبيرة لا يستطيع، ولا يستطيع أن يصل إلى بقالات أو سوبر ماركت في الطرق الرئيسية، لأن كل الطرق الرئيسية عبارة عن ثكنات عسكرية، فقط في البقالات الصغيرة داخل الأحياء وفي أوقات معينة. لمثال مثلا هنا في الثورات أو في حي الثورة، وهي أحياء كبيرة جدا، المخابز يقصدها الناس مساء بعد الساعة 11 مساء، حيث يكون القصف قليل وتجد طوابير كبيرة جدا وصفوف كبيرة جدا من الناس لأخذ رغيف الخبز. في غير ذلك صعوبة جدا جدا في الحركة، فقط في محدودية ومساحة ضيقة جدا جدا، وإذا كان هناك لا تسمع أصوات المدافع أو الرصاص، أو لا يكون هناك طيران، ولكن لما تكون هناك أصوات المدافع والرصاص الحي والطيران فالناس يكونوا في منازلهم، وهذه هي المناشدات الصحيحة، أن يظل الناس في منازلهم. سمعت تقرير زميلكم عبد الباقي، حقيقة ليس هناك هدنة معلنة لوقف إطلاق النار، لم يلتزم الجانبان تضاربة الأقوال طبعا في من خرق الهدنة بالأمس من 4 حتى 7، ولكن من 4 إلى 7 اليوم لم يكن هناك هدنة حقيقة. عند الإفطار حوالي الساعة 6 كان هناك أصوات دوي للمدافع في بحري في أم درمان، أعتقد أنها جنب سلاح المظلات أو في الكبري الرابط بين مدينة أم درمان ومدينة بحري، وكان هناك قصف قوي جدا جدا في مدينة جبرة، فلم يكن هناك ابدا هدنه وقف لاطلاق النار. وافتكر يعني الافاده التي قدمها مستر فولكر بيرتس في مجلس الامن انه ليس هناك هدنه، وانه يعني يتعثر حتى الوصول الى وقف اطلاق النار بين الغريمين. يوم امس لم يتم الالتزام بهذه الهدنه، بالنسبه لهذا اليوم ربما كان هناك نوع من وقف لاطلاق النار بالنسبه للممرات تحديدا التي قد تم الاتفاق عليها، وليس في مختلف المناطق السودانية بالتأكيد. اتفضل إن كان لديك توضيح. لم تكن هناك هدنة معلنة. لم تكن هناك هدنة معلنة، وإنما هي فقط فترات ما بين عدم إطلاق نار وإطلاق نار، ليست معلنة أو متفق عليها بين الطرفين أن تكون من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ليس هناك شيء كهذا، وإنما فقط قد توقف أو خف إطلاق النار فاستغله بعض الناس للحركة، ولكنهم قد يتفاجؤون عندما يبدؤون بالحركة بإطلاق نار أقوى. علما أنه مقترح من قبل الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، وأعلنت القوات المسلحة السودانية بأنها موافقة على فتح هذه المسارات الآمنة. مثل ما أعلن بالأمس، ولكن لم تلتزم بها. طيب. المؤسف في الأمر أن هناك كوادر وعناصر من النظام البائد ينشرون في الميديا وفي كتاباتهم أن على الجيش أن لا يتوقف عن إطلاق النار، وعليه أن يواصل في المعركة حتى وإن كان على حساب الممرات الإنسانية. من المؤسف جدا أن يكون هناك سودانيون يكتبون مثل هذا ويدعون إلى هذا في كتاباتهم إلى السوشيال ميديا، أن على الجيش أن لا يتوقف عن إطلاق النار. دعنا نعود إلى الدكتور النمير، أهلا بك معنا من جديد. أيضا في ضوء ما نتحدث عنه، ترد معلومات كثيرة عن جثث ملقاة في الشوارع أو جثث متكدسة ملقاة في بعض الأحياء والطرقات بسبب الاقتتال الحاصل. هذه الجثث هل ربما تم التمكن من إزالة بعضها أم ما زالت على حالها؟
أغلب الجثث والجرحى في البيوت، الطواقم الطبية لا تستطيع أن تصل لهذه الجثث أو الجرحى، حتى يعني بعض المستشفيات بها مصابون يحتاجون إلى تخصصات أخرى لا يستطيعون تحويلهم للمستشفيات. أغلب المستشفيات تعاني من نقص حاد جدا في الكوادر، وحتى الكوادر الموجودة هي كوادر يعني استنزفت تماما، هي من يوم السبت موجودة في نفس المستشفيات، وأي أحد من هذه الكوادر يخرج من المستشفى بيخرج باتجاه واحد يعني، وما بيكون له بديل لأنه ما في زول بيجي بيتحرك من البيت عشان يجي يستلم من زول، لأنه عارفين طبيعة الشوارع والمشاكل الموجودة. حاليا أغلب الجثث، أغلب المصابين إذا كانوا في البيوت أو في مستشفيات غير المستشفيات ذات التي تحتاجها الحالة الصحية، موجودة في نفس الأماكن ولا يستطيعوا تقديم خدمة ولا يستطيعون تحويلها إلى مشافي أخرى. أغلب المستشفيات حاليا هي تعاني جدا وتناشد بإمدادها إذا كان بوقود أو كوادر، وإذا استمر الحال أكثر من ذلك ستتوقف هذه المشافي عن الخدمة إذا كانت خاصة أو عامة حكومية، لأنه لا يوجد إمداد، لا توجد صيدليات، وهذا مشكلة أخرى. كل أصحاب الأمراض المزمنة الآن في بيوتهم، إذا كان الأدوية اللي أنت بتستخدم فيها، إذا كان مرض الضغط، مرض السكري، كل الأمراض المزمنة لا توجد صيدليات عاملة الآن. أغلب الصيدليات في السودان في الشوارع الرئيسية التي أصبحت الآن كما قال مستر علاء عبارة عن سكنات عسكرية، هي التي توجد بها الصيدليات يعني صيدليات كبيرة بها كل أنواع الأدوية، يعني مغلقة تماما من يوم السبت لغاية الآن. ويعني المريض في السودان أغلب المرضى لا يستطيعون شراء أدوية إلى أكثر من شهر، لأن ظروف البلد وظروفهم المالية بتحتم عليهم أن الواحد يشتري يعني شريط بتاع حبوب لحاجة محددة قد يستمر يومين ولا ثلاثة. فأغلب الناس الآن يعانون تماما من عدم توفر الأدوية. نعم يعني دكتور، يكون معاك يعني معاك ماديا أنك قادر تمشي تستطيع تشتري، لكن لا يوجد مكان، لا توجد صيدلية متاحة حاليا للطوارئ وأنك تستطيع تمشي وتشتري أدويتك. طيب فأغلب دكتور نمير، يعني حقيقة يعني صورة مأساوية تتحدث عنها للأسف الشديد، ولكن هل يمكن أن نقول بأنه حتى لو كانت هذه المشافي على أتم الجاهزية بكامل طاقمها وبكل قدرتها الاستيعابية، بسبب هذا الاقتتال ستبقى عاجزة عن تقديم كل خدماتها لمن يحتاج إليها؟ تماما تستطيع أن تقولي ذلك، أن المستشفيات لا تستطيع استيعاب كل هذه الإصابات من الأحداث الجارية الآن، لأن المستشفيات لها سعة استيعابية محددة وغير مهيئة للحالات الكوارث الحاصلة في هذه الأيام. كل مستشفى، أكبر مستشفى طاقتها الاستيعابية لو كانت 500 سرير حتلغى أن الجرحى في اليوم أكثر من 500. والمشكلة دكتور نمير، نحن نتحدث عن 3 أيام من الاقتتال، ماذا لو استمر الموضوع لمدة أسبوع؟ كيف سيكون الحال إذن؟ لا نحن الآن متوقفون عن العمل، ناهيك عن الأسبوع ولا غيره، نحن الآن تماما وصلنا مرحلة لا نستطيع أن نقدم خدمة للحالات المزمنة وللحالات الحرجة الآن، فلا نستطيع الاستمرار ولا ساعة من الآن. المستشفيات يجب أن تفتح مسارات، إذا كانت عبر المنظمات العالمية تقيم مستشفيات
مستشفيات مؤقتة في الأحياء، يتم تشغيل المراكز الصحية، يتم الاستعانة بمباني وتجهز على أنها تكون مستشفيات، يتم استيراد أدوية وتوزع على المحتاجين في الأحياء الطرفية. هذا مهم جدا لأنه ستحصل كارثة. الآن مستشفيات الأطفال تعاني جدا، مستشفيات بها أطفال زي مستشفى جعفر ابن عوف الآن هي وسط الخرطوم وفي وسط هذه الحرب الدائرة، أطفال أغلبهم في أجهزة تنفس صناعي وأطفال بسوء تغذية، لا يصلهم طعام، لا يصل الكوادر بدائل. هذه مأساة حقيقية، وهذا الجنون الدائر الآن لابد أن يتوقف. دكتور نمير، ما تتحدث عنه هذا الواقع المأساوي بالنسبة لوضع المستشفيات، يعني هذه الصورة تنحصر فقط بالنسبة للمستشفيات في الخرطوم أو ربما ضواحي الخرطوم، أم نتحدث ربما عن مختلف المناطق السودانية وإن كان الموضوع بدرجات؟ عفوا، الخرطوم هي السودان يا أستاذة، الخرطوم هي السودان. إذا توقف العمل في الخرطوم تتوقف مصانع الأدوية في الخرطوم، يعني هي العاصمة في نهاية المطاف، إمداد الأدوية إلى كل ولايات السودان. إذا توقف العمل في الخرطوم سيتوقف العمل في جميع ولايات السودان الآمنة. وهذه واحدة من المشاكل الكبيرة، كل مصانع الأدوية، كل المخازن التي تقوم بتوزيع الأدوية، الإمدادات الطبية، كلها موجودة بالخرطوم الآن. بقية الولايات أصلا هي تعاني وتعاني بشكل كبير جدا من نقص الأدوية قبل هذه الإشكالية. يبدو بأننا سننتقل ونتحول الآن مشاهدينا إلى كلمة المبعوثة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد. يبدو بأن الكلمة انتهت على عجالة، نعود ونتابع هذا الحوار. أعود إليك من جديد ضيفي للحديث أكثر عن أيضا الجانب الإنساني وأوضاع المدنيين السيد علاء الدين. عندما تخف فترات القصف سيد علاء، هل قد يقوم بعض المواطنين السودانيين ربما بالتوجه إلى ولايات سودانية أخرى بحثا عن مناطق أكثر أمنا أو ربما أخف عنفا لا تشهد مثل هذه موجة الاشتباكات المرتفعة ذات التصعيد العالي كما يحدث في الخرطوم تحديدا؟ غير السودانيين بالذات في المناطق الثقيلة والمعرضة للقصف أماكنهم وتركوا بيوتهم في أمدرمان، مدينة أمدرمان شمال أمدرمان، حيث وجود كبير جدا لقواعد عسكرية في منطقة وادي سيدنا ومدينة الجرافة ومدينة الجرافة ومدينة الحتانة ومدينة ود البخيت، غيروا أماكن سكنهم وخرجوا منها حاملين ما يستطيعون أن يحملوه وانتقلوا إلى أماكن أخرى. بعض المواطنين غادروا العاصمة إلى ولايات أخرى، يعني هذا ما يستطيعون أن يفعلوه. حتى في وسط الخرطوم، يعني أحياء مثل أحياء الخرطوم 2 الخرطوم 3، لأنهم بالقرب من القيادة العامة غيروا مناطق سكنهم أو خرجوا تحت القصف، يعني جازفوا هم، حقيقة هي مجازفة كبيرة، لكن قدروا أنه يتخرجوا، ذهبوا إلى أحياء أقربائهم أو أحياء أسرهم الكبيرة في أطراف الخرطوم لعله وعسى أن يجدوا ملجأ من القصف يعني. طيب علاء الدين في هذه المرحلة، ما أبرز ما من المفترض أن يتم توفيره في هذه المرحلة؟ والله حقيقة في مجهودات مجتمعية كبيرة جدا جدا، يعني مثلا الأطباء قاموا بكثير من المبادرات بأن وضعوا أرقام هواتفهم ونشروها كمبادرات في السوشيال ميديا، أطباء النساء والولادة، أطباء الصيادلة، أطباء الحالات المزمنة كأمراض السكري والضغط وأطباء الأسرة، نشروا أرقام تلفوناتهم وأسماءهم، أي من المواطنين حس بمعاناة أو احتاج شيء يمكن أن يتصل عليهم فيقدم مساعدة أو تشخيص. أيضا كثير من الأطباء السودانيين حتى في الخارج، يعني في الدوحة،
في دول الخليج قد برضو رسلوا أرقام تلفوناتهم في السوشيال ميديا. السودانيين مجتمع مترابط قوي جدا جدا، العلاقة في المجتمع أقوى من الدولة، فلذلك تجد هذه المبادرات المجتمعية كبيرة جدا جدا ومتماسكين مترابطين، ولعل هذه من أهم العوامل التي قد تقي البلاد نذر أي حرب أهلية، أن المجتمع في السودان أقوى من الدولة بكثير جدا جدا. تجدهم دائما يتعاونون ويتكاتفون وإن اختلفوا في الملامات، فهذه مبادرات قوية جدا. أيضا مبادرات المياه، يعني في كثير من في السوشيال ميديا تجد أن هذا المكان فيه مياه، إذا احتجتم فاتصلوا عليه على الرقم التالي وهكذا. فالناس يعني بتستطيع أنها يعني تساعد بعضها البعض كثيرا، على الرغم من أنه الحركة محدودة جدا جدا في خلال ساعات القصر. الدكتور النمير، يعني عندما نتحدث عن كل هذا النقص الذي تعاني منه المستشفيات في هذه المرحلة، ماذا عن نقص الكوادر الطبية أيضا، وكيف يؤثر ذلك بطبيعة الحال في حال لو تم فعلا إمداد هذه المستشفيات بما تحتاج إليه، ولكن نقص الكوادر الطبية كيف سينعكس فيما يخص تقديم العلاج وتقديم المساعدات لمن يحتاج إليها؟ في حالة توفر الأدوية، توفر الإمداد، الوقود، توفر الإمدادات الأخرى، التغذية، كل شيء، بدون كوادر طبية هذا لا يعني شيء على الإطلاق. يجب توفير مسارات آمنة حتى تثق الكوادر أن وصولها آمن إلى هذه المراكز، حتى يثق المريض الذي يعاني من مشكلة أنه سيصل المستشفى وهو أكثر أمانا لتلقي العلاج. بدون ذلك كأننا نحرس في البحر. فيجب الأول توفير مسارات آمنة للمستشفيات، إعلان أن المستشفيات والمشافي الصحية أنها مناطق بعيدة عن الصراع، وإلزام الجهات المتصارعة بالابتعاد عن المستشفيات والمشافي. إذا حصل ذلك أغلب الكوادر سيعودون، والسودانيين حريصين جدا على تقديم الخدمة خاصة في هذه الفترة بالذات، لأننا شعب يقوم على مساعدة، وكما ذكر مستر علاء الروابط بيننا كبيرة جدا. الآن الأطباء الذين يتواجدون بالأحياء يقدمون الخدمة في المراكز الصحية، في البيوت، في كل مكان يقدمونها مجانا، وهم حريصين على تقديم هذه الخدمة حتى التمريض، الصيادلة، كلهم حريصين على وصول للمستشفيات. فقط تأمين المسارات الآمنة لهم وتأمين مستشفياتهم. شكرا جزيلا لك من الخرطوم الدكتور نمير جبريل، مدير مستشفى الشعب التعليمي من الخرطوم، أيضا علاء الدين عوض، عضو لجنة الاستشاريين والاختصاصيين في تجمع المهنيين السودانيين. شكرا جزيلا لكما.